أيضا الشبكة المحلية التي تنقل البيانات ما بين البحرين الأحمر والمتوسط. كان لدينا منذ بداية الإنترنت حتى عام 2019 كان لدينا شبكة من 2700 كيلومتر، وكانت التحدي اللي بيواجهنا هو الانقطاعات في هذه الشبكة، وبالتالي عدم ثبات الخدمة للدول التي نقدم لها الخدمات من دول الجوار والدول المحيطة بنا. في خلال عام 2019 فقط أنشأنا شبكة 2650 كيلومتر، يعني ما أنشئ في أكثر من 20 سنة أنشئ مثيل له في عام واحد. الميزة الثانية في هذه الشبكة الجديدة أنه بها ما نسميه المسار الذهبي، وهو المسار الموازي لقناة السويس، يسمونه في عالم الكابلات البحرية المسار الذهبي، لأنه أقصر طريق في العالم ما بين الشرق والغرب، وبالتالي يمنح مصر ميزة استراتيجية ضخمة جدا في هذا المجال. استثمارات في هذه الشبكة بلغت أكثر من 300 مليون دولار. أيضا محطات الإنزال الموجودة على البحرين، كان لدينا 7 محطات زدناها إلى 10 محطات إنزال، وبالتالي أصبح قدرتنا على تقديم خدمات للدول الشرق والغرب وتمرير البيانات من مصر الحقيقة يعني تلقت دعم غير مسبوق في خلال العامين الماضيين. عايز تتكلم على حاجة تانية هتتعمل ولا مش مهم؟ بلاش. طب ماشي. زي ما سيادتك تقول. أجي يمكن للشبكة المحلية. الشبكة المحلية أيضا بشقيها الإنترنت الثابت والخدمات المحمول. في عام 2017 كان متوسط سرعة الإنترنت في مصر 5.4 ميجابت ثانية، واستمرت معدلات يعني السرعة تزيد بنسب بسيطة، حتى بدأنا في أول عام 2019 في مشروع ضخم بلغت استثماراته حتى الآن أكثر من 100 مليار جنيه لتقوية ونشر شبكة الإنترنت الثابت في مصر. السرعة في أغسطس من هذا العام بلغت 54.3 ميجابت ثانية، ما كان 5.4 ميجابت ثانية في ديسمبر 2017، يعني تضاعفت أكثر من 10 مرات في خلال هذه الفترة. في نفس الوقت عدد المشتركين زاد 4 أضعاف، ويعني فعلا لولا أنه ربنا وفقنا أن احنا نتمم هذا أو المرحلة الأولى من هذا المشروع، يمكن أمام حضراتكم القفزة واضحة ما بين آخر 2018 وآخر 2019، وده الحقيقة اللي مكن الشبكة أنها تستوعب الأحمال اللي تضاعفت مع بداية الجائحة في أواخر 2019 أوائل 2020. مستمرين إن شاء الله في المزيد من الاستثمارات في نشر الشبكة، في تقويتها ودعمها في الفترة القادمة، باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه لإحلال شبكات النحاس بشبكات الألياف الضوئية في المرحلة القادمة. أيضا زي ما كنت بقول المباني الحكومية لدينا في مصر حوالي 35 ألف مبنى حكومي، انتهينا من ربط 20 ألف مبنى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، لكي نمكن أجهزتنا الحكومية في مختلف أنحاء الدولة من تقديم الخدمات المرقمنة للمواطنين. كذلك بدأنا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، أيضا ربط الفنادق الـ5 نجوم والـ4 نجوم، انتهينا من شرم الشيخ والبحر الأحمر، وتقريبا انتهينا من 80% من القاهرة
والإسكندرية، تبقى لنا الأقصر وأسوان إن شاء الله ننهيها في خلال الشهور القليلة القادمة. الحقيقة شبكة المحمول أيضا تلقت اهتمام وتركيز شديد. احنا في خلال الفترة من 2014 حتى نهاية 2020 ضاعفنا عدد الأبراج الموجودة من حوالي 7000 برج إلى حوالي 35000 برج، يعني أكثر من 5 أضعاف في خلال ال9 سنوات الماضية باستثمارات قدرها 110 مليار جنيه. هذه الشبكة تخدم حالياً أكثر من 80 مليون مواطن يتصل بالعالم السيبراني من خلال شبكات المحمول. أيضاً أتحنا ترددات بأكثر من 2 مليار دولار لشركات العاملة لكي ندعم من قدرتها على تقديم الخدمات. يمكن واحدة من أكثر الهيئات اللي اهتمينا ليس فقط تطويرها ولكن إعادة صياغة دورها هي هيئة البريد المصري.